فضيلة الشيخ، ما حكم من يسب الله أو الدين في حالة الغضب علما بأنه مبتلى بالمس والسحر؟ من سب الله أو سب الدين ارتد عن دين الإسلام، إلا إن كان إنه ما معه عقل، تكلم بكلام من غير عقل، هذا لا يؤاخذ، زائل العقل لا يؤاخذ. أما إن كان معه عقله ومعه إدراكه تفكيره، إنه يرتد عن دين الإسلام. نعم.